قبل ما نطلع البيتزا من الفرن طريقة الغرف الطبق مهمة جدا، لأن العين بتاكل، وطبعا الذوق في غرف الطبق إذا كان طبق سلطة أو أكلة أو خلافه مهم جدا إن إحنا نركز عليه. ممكن نتعب على الأكلة ونبذل مجهود جامد قوي وفي الآخر نغرفها بشكل مش كويس، فطبعا اللي قاعد على السفرة أو الأولاد مش هيتشجعهم إن هم ياكلوها. دولت نوعين رز، روزوتو. غرفت واحد بالشكل ده وواحد بالشكل ده، يا ريت الكاميرا تجيبه، ده روزوتو وده روزوتو، وده هيكون له طعم وده له طعم، ولكن الأساس واحد. تعالوا شوفوا البيتزا في الفرن بتنادينا إزاي. الله، الفرن هنا جامد قوي زي الفل. دي البيتزا العائلية اللي بنقول عليها. الله، ودي برضو البيتزا اللي ممكن واحد ياكلها لوحده. ندخل دي في الفرن علشان صاحب النصيب ياكلها. ونشوف البيتزا هنا دلوقتي اهيت، ما شاء الله، شايفين الجمال ده. لازم نقطعها علشان تكفي الأعداد اللي موجودة. ودي جاهزة، دي خلاص برضو. النوعين البيتزا عندي هنا، بيتزا الكاليماري وبيتزا زي ما احنا شايفين بالجمبري. بنقطعها بالشكل ده. الله، الطعم الجميل ده فينا نغرفها في الطبق. عندنا طبق نغرف ليه نحب ياكل بالشكل ده، يا جماله. شفتوا عالم البيتزا؟ بيتزا عائلية، بيتزا لواحد ياكلها لوحده، الريزوتو بالطريقة